بسم الله وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله، وجئنا إلى فقرة الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق، فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمت مع حضراتكم في حلقتين قبل كده عن تعريف التضحية، وعن القرآن الكريم تحدث عن التضحية في أكثر من موضع، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية وصور التضحية، وأنها بتكون بالنفس والمال والبدن والوقت إلى آخره. النهاردة إن شاء الله جايب لكم بعض النماذج من تضحية النبي وتضحية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. شوفوا تضحية سيدنا النبي أنه يصبر على إيذاء المشركين، ومش مشرك واحد ده كتير. شوفوا أم جميل زوجة أبي لهب عم النبي تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء القاذورات أمام بيته صلوات ربي وسلامه عليه، تؤذيه بالقول. يقوم ربنا ينزل القرآن الكريم ويقول للنبي: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته اللي هي أم جميل زوج أبي لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أمية بن خلف لما يهمز ويلمز على النبي صلى الله عليه وسلم وينزل القرآن: ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله المقدة التي تطلع على الأفئدة، نهى عليهم مؤصدة في عمد ممددة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يصبر على إيذاء المشركين، على عقبة بن أبي معيط وغيرهم وغيرهم. يروح سيدنا النبي يعرض نفسه على الطائف ويعرض الإسلام على أهل الطائف. ستنا السيدة عائشة بتقول له: يا رسول الله، هل لقيت يوما أشد من يوم العقبة؟ قال: بلى، لما عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد عبد كلال، عرض النبي عليه الإسلام فلم يجبني، وخرجت وأنا مهموم وأنا بقرن الثعالب، إذ بسحابة قد أظلتني في السماء وجدت جبريل ومعه ملك الجبال، وخيرني أن يطبق عليهم الأخشبين، فقلت: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. تضحية من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رآها الصحابة وعايشوها من خلقه صلى الله عليه وسلم. فالصحابة تأسوا برسول الله. في يوم من الأيام سيدنا النبي بيقول للصحابة: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. مين اللي جالس في المسجد وبيسمع كلام النبي؟ الصحابة، ومعهم سيدنا أبو بكر. فبكى سيدنا أبو بكر، فسيدنا أبو سعيد الخدري بيقول فمش عارفين بيبكي ليه، فسألناه: لما تبكي يا أبا بكر؟ فقال: إن رسول الله ينعي لنا نفسه، يعني النبي بيتكلم عن نفسه أنه هو العبد المخير. فعلم النبي فقال: كل من قدم إلينا معروفا كافأناه عليه إلا أبا بكر، لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، كل الأبواب تغلق إلى المسجد إلا باب أبي بكر. ولما أمرهم النبي في يوم من الأيام وقال لهم: تصدقوا، فسيدنا عمر بيقول: فوافق ذلك مالا عندي، عندي مال في البيت، فقلت النهاردة هسبق أبو بكر. فيقول سيدنا عمر: فجئت بنصف مالي إلى النبي وأظن أني أسبق أبا بكر، فوضعت نصف المال قدام النبي، فقال: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت لهم مثله، يعني قسمت المال نصفين، نصف لأولادي ونصف بين يديك تتصرف فيه كيفما تشاء يا رسول الله. بقول: وبعد قليل دخل أبو بكر الصديق وجاء بكل ماله، فقال له النبي: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فسيدنا عمر بن الخطاب علم أنه لا يسبق أبا بكر إلى خير أبدا. التضحية بالمال، التضحية بالغالي على الإنسان. سيدنا أبو طلحة الأنصاري كان عنده مال، وكان أحب أمواله إليه في المدينة بيرحاء، بستان فيه بير، والبير ده اسمه حاء، بيرحاء. فوافق ذلك المال عند أبي طلحة
فأراد أن يتصدق به، وقال يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحاء، والله سبحانه وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأنا يا رسول الله عايز أتصدق بيها. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا طلحة اجعلها، ذلك مال رابح، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة افعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وأبناء عمه، عملا بالآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عايز تنفق وعايز تبقى من أهل التضحية وتتخلق بهذا الخلق العظيم، ما تنشغلش بالدنيا، وخلي عندك علو همة، وتحلى بالكرم، وحب الخير للغير، ولا تتخلق بالأخلاق الذميمة من ضعف الإيمان وحب النفس والبخل وعدم الإنفاق، وخلي عندك إخلاص وابتعد عن الرياء، يقوم ربنا يخلقك بخلق التضحية وتبقى مقتدي بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يخلقنا بخلقه، اللهم آمين. فاصل وهرجع لحضراتكم تاني، صلوا على الحبيب.